السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج رائع سهل جدا وفي نفس الوقت بيشرح حاجات قوية جدا، تمام؟ يعني ممكن تشرح بيه حاجات لأطفال في حضانة وتقدر تشرح بيه لناس في الجامعة وناس في الشغل وكل حاجة. طيب ده متخصص في الحاجات بتاعة الفيزياء. طيب خلينا نبدأ كده ان احنا نرسم شكل. خلينا نرسم مثلا شكل زي دوت اهو. طيب ده لو انا شغلت هتلاقيه وقع كده. طيب انا عايزه ما يقعش فهثبته، تمام؟ اهو لما تشغل مفيش حاجه تحصل، تمام؟ طيب خلي بالك ان انا عندي هنا جزء خاص ان انا اشوف الفورس، ان انا اشوف الفيلوسيتي، ان انا اشوف المومنت وهكذا، تمام؟ هتبدا تبان معانا الحاجات دي لما نبدا نرسم حاجه. خلينا نتخيل ان في حد حط كوبايه هنا بشكل خاطئ فهتقع. هخلي الكوبايه الجزء الاكبر بره فوراني الاتجاه بتاعها، تمام؟ تقدر تعمل سيلكت على العنصر دوت وتقول له خلي الماتيريال بتاعه مثلا ستيل او ستون او وود. كل واحده من طبعا دي ليها الخصائص بتاعتها، الفراكشن بتاعتها، الدنستي وهكذا، تمام؟ قول له شغل، تمام؟ فهتيجي بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نربطها، تمام؟ بحيث انها متقعش. خلينا نغير الماتيريال بتاعتها لوود بالشكل دوت وهقول له اربطها لي. هستخدم الأداة ديت في الربط اهو، تمام؟ وخلي بالك كل واحدة من دول تقدر تيجي تدخل هنا وتحدد السبرنج بتاعتها قد ايه، الطول بتاعها قد ايه، تمام؟ أقصى حد ممكن نوصله متر ونص، 2 3 زي ما انت عايز، تمام؟ خلينا نشغل اهو. خلي بالك هو بيبدأ بيديك كل الحسابات في نفس اللحظة، ممكن تقول له وريني الفاليو بتاعتها، ممكن وريني الأنجل بتاعتها وهكذا، فتقدر تشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها. طيب خلينا مثلا نقول ان احنا عايزين نضيف مثلا سيارة. اهي هنعمل سيارة، وقف اعمل سيارة اهيت، تمام؟ وخلينا نضيف مثلا العجلات بتاعتها، تمام؟ بالشكل دوت تقدر تخش هنا تغير الخصائص بتاعتها، تغير ماتيريال، تغير الفلوسيتي بتاعتها، تتحكم فيها كل اللي انت عايزه. طيب بعد كده هقول له ضيف لي اكس بوينت بالشكل دوت وبالشكل دوت. طيب عايزين نضيف لها بقى محرك، هنجيب المحرك اهوت وابدا اغير الزاويه بتاعته اهو، هتيجي تمشي بالشكل دوت. طيب انا عايز برضو اعمل لها زي اختبار، فابدا ارسم حاجه بالشكل دوت واقول له غير لي الروتيب بتاعتها، واقول له اعمل لي موف بتاعتها لتحت كده عشان نشوف هتعمل ايه. استنى ثانيه واحده، في حاجه غلط انا عملتها. طيب خلينا نثبتها. كده تعرف ان انت محتاج ان انت تغير القوة بتاعة المحرك، ماشي؟ فتقدر تضيف كل العمليات اللي انت عايزها في قلب الشغل بتاعك. في حاجات كتيرة قوية جدا جدا وتجارب فيزيائية قوية جدا، ان شاء الله نحاول نعمل اكتر من فيديو نشرح فيها الاضافات اللي انت ممكن تحطها.